مرحبا. ظاهرة أغرب من الخيال بتحدث بالمحيط الأطلسي، وهي عبارة عن أمواج مستمرة ما بتنقطع وبيصل طولها لحوالي 12 قدم. وبين العلماء أنه تفسير هذه الظاهرة الغريبة هو نتيجة وجود ثقب بين أمواج المد والجزر، وممكن الاستمتاع برؤية الظاهرة عند التقاء المحيط الأطلسي بنهر الأمازون. مثل حالة الطقس، عم تبقى درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية، والجو حار نسبيا وصحو غائم جزئيا بشكل عام، سالمي مغبر وشديد الحرارة بالمناطق الشرقية والجزيرة وأيضا البادية. أما عن الرياح فهي غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات عم تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر بالساعة بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، عم تسجل سرعتها بين 10 و20 كيلومتر بالساعة. أما عن الرطوبة عم تراوح بين 50 و85%، وبالنسبة للبحر فهو خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 28 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق يلي عم يكون فيها الطقس بين صحو الغائم جزئياً، وعم تسجل فيها العليا 39 درجة. رح نكفي عن المحافظات السورية ورح نبدأ مثل العادة أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. بالنسبة للسويد عم يكون طقس فيها مشمس، عم تسجل فيها الحرارة 35 درجة، أما عن درعا 38 درجة، وبالنسبة لقنيطرة 33 درجة، والطقس عم يكون بين صحو الغائم جزئياً. أما عن المنطقة الوسطى عند حمص وحماة فالأجواء عم تكون سادمية، بحمص عم تسجل 36 درجة، أما بحماة عم تراوح بين 21 و38 درجة، والطقس عم يكون بين صحو الغائم جزئياً. بالنسبة للمنطقة الساحلية فطرطوس عم يكون فيها الطقس غائم جزئياً، عم تسجل فيها وباللاذقية العليا 32 درجة، أما بلواء اسكندرون طقس مشمس وعم تتراوح فيها الحرارة بين 22 و35 درجة. رح ننتقل على المنطقة الشمالية عإدلب وحلب فالأجواء بين الصحو والغائم جزئياً، وبإدلب عم تسجل 37 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 21 و39 درجة. ختاماً مثل العادة بالمنطقة الشرقية فبالرقة عم يكون طقس مشمس، عم تسجل عليا 41 درجة، بالحسكة عم تتراوح بين 27 و41 درجة، بدير الزور طقس غائم جزئياً، وعم تسجل فيها العليا 42 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.